طيب خلينا نبتدي ونقول لو فكرت تصنف الدولة المصرية النهاردة ممكن تقول عنها ايه؟ تصنف اعمال الدولة سواء اللي استفدت منها او استفاد منها غيرك او استفاد منها المستقبل واللي في كل الاحوال حضرتك بتدفع ثمنهم. طول ما في حرب كان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي المشروعات رايحة للمجهود الحربي وقعدنا كتير على كده. بعد كده بقينا لما نعمل مشروع كبير كل حاجة تانية تقف لصالح المشروع الكبير. النهاردة الأمور مختلفة، مفيش حاجة تأجل حاجة تانية لا في نفس مجالها ولا في أي مجال تاني. النهاردة احنا في عصر دولة مركزة وواعية، شعارها لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وزي ما قلت في آخر حلقة في 2020 إنه في الوقت اللي غيرنا لغى كل الفعاليات مصر كملت الطريق. في كورونا عملنا انتخابات نواب وشيوخ، شغل في العالم عطلان واشتغلنا وانجزنا حاجات كتير. الكلام ده لما حاولت اسميه لقيت انسب وصف هو دولة مركزة. حضرتك كمواطن بتدفع الثمن لانك كنت زمان برضو بتدفع الثمن، بس من غير ما يبقى في حاجة بتكمل. نعمل اسكان اجتماعي مثلا بس مفيش لا مرافق ولا مواصلات ولا طرق، فتقفل الشقه اللي خدتها وتقعد في بيت والدك ولا والدتك او تاخد شقه ايجار جديد. دي كانت مصر. مصر النهارده بيقول عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما اجي اعمل حاجه يتقال لي ركز في التعليم وسيب الباقي، وده ما بقاش ينفع. مع كل الجهد اللي بيتبذل مش عارفين نوصل لكم حجم الانجاز اللي تم. النمو السكاني هو اللي مش مدينا فرصه اظهار حجم التحسن. طب وانا بسمع برضو يقول لك ايه، طب فين التعليم؟ لا ما احنا ما سيبناش حاجه، احنا مش سايبين حاجه، لا تعليم عام ولا تعليم جامعي، سايبينه، احنا شغالين في كل حاجه. طب وانتوا بتسالوني ايه والتعليم؟ انا اقول لكم ايه، طب اخبار تحديد الناس ليه؟ اطالبكم وتطالبوني مش كده؟ ولا انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه وتقولوا لي خلص؟ لا، زي ما انتوا بتقولوا طب اخبار التعليم ايه، احنا بنبذل، لان احنا قلنا بنشتغل بشكل متوازن مع كل قضايانا مع كل مشاكلنا. الكلام ده قاله النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروع الفيروز بتاع الاستزراع السمكي في بورسعيد. الرئيس السيسي قال من حق المصريين ان كل حاجتهم تبقى مطابقه للمواصفات العالميه، وقال الدوله بتستهدف احلال وتجديد وتزويد شبكه الطرق والسكه الحديد، وانه في نهايه 2021 مش هيكون في قطارات قديمه. وقال حاسبونا على كده، وقال انه ما حصلش تطوير للسكه الحديد من 80 سنه، والقطر السريع اللي بيتعمل من 6 اكتوبر لحد اسوان هيوفر الوقت على المواطنين عشان أهلي في مصر اللي نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات في القطر. القطر الجديد هياخدك من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات بس.